ستة لاعبين من أصحاب الأسماء الكبيرة باتوا على أعتاب الرحيل من نادي النجم الساحلي التونسي، وجودهم أصبح عبئاً على ليتوال، ومحمد المكشر يحذر رباعياً آخر بالتجميد حتى يعودوا لمستواهم المعهود. فريق النجم الساحلي التونسي يشهد تراجعاً كبيراً في نتائجه، وذلك منذ الموسم الكروي الماضي رغم تغيير الجهاز الفني لأكثر من مرة، وآخرهم الاستعانة بمحمد المكشر، ولكن تأكد هذا التراجع بشكل أكبر خلال الموسم الحالي 2024-2025. إدارة نادي النجم الساحلي نجحت في نهاية الميركاتو الصيفي الماضي في رفع عقوبة المنع من إبرام التعاقدات واستقطاب العديد من اللاعبين الجدد، إلا أن نتائج ليتوال أيضاً لم تتحسن. فريق جوهرة الساحل حقق فوزاً واحداً خلال آخر 10 أشهر في الدوري التونسي للمحترفين، ويحتل حالياً المرتبة 13 في ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط فقط، وذلك بواقع فوز واحد أمام اتحاد تطوين وتعادلين وأربع هزائم. وتعتبر هذه النتائج السلبية وغير المسبوقة في تاريخ نادي مدينة سوس الساحلية الذي يحتفل بعيد ميلاده 100 في العام المقبل. لم تتحسن نتائج فريق النجم الساحلي رغم تغيير المدرب، حيث تم التخلي عن حماد الدو بعد أول 4 جولات في الدوري التونسي، وجاء المدرب محمد المكشر الذي تعادل في المباراة الأولى أمام نجم المتلوي سلبيا، ثم خسر مباراته الثانية أمام الترجي بهدفين دون رد على أرضه في سوسة. بعد مباراة الترجي قرر المدرب محمد المكشر معاقبة ثنائي فريق ليتوال، لاعب الوسط أسامة عبيد والمهاجم الغيني محمد كانتي، بالإبعاد عن الفريق الأول، خاصة لتراجع مستواهما بشدة منذ بداية الموسم، مع تحذير ثنائي الهجوم الآخر بالتجميد، وهما راقي العواني وفراس شواط. جزء كبير من جمهور نادي النجم الساحلي يرى أن هناك 6 لاعبين على الأقل قد انتهت صلاحيتهم مع النادي، وأنه من الضروري التخلي عن خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، أو إخراجهم من التشكيل الأساسي للمدرب، مع منح الفرصة لعدة مواهب شابة تنتظر فرصتها للظهور، وفق ما كشف عنه موقع وين. اللاعب الإيفواري سيدريك جابو لم يعد له مكانا في التشكيل الأساسي للنجم الساحلي، وبات استمرار جابو في وسط ميدان فريق جوهرة الساحل موضع جدل كبير، في ظل عدم تقديمه ما يثبت أحقيته في اللعب أساسيا على حساب عدة أسماء أخرى خلال الاستحقاقات القادمة. البعض يعتبر أن استبعاد اللاعب الإيفواري من التشكيل ضروريا قبل أن يخوض ليتوال الجولات القادمة من بطولة الدوري التونسي الممتاز، كما أن المهاجم ياسين الشماخي يحرز أهدافا في بعض المباريات، إلا أنه يظهر بمستويات متواضعة في مباريات أخرى، وأصبح لاعبا غير مرحب به بقدراته في نظر الجماهير الساحلية بعد المعاناة من تراجع مستواه بصورة كبيرة مع نهاية الموسم الماضي، ويعيش حالة من انعدام التوازن الفني مع ناديه. ويؤكد أغلب المتابعين للشأن الرياضي في تونس أن موهبة الشماخي لم تنتهي، لكنه بحاجة إلى الخروج من النجم الساحلي وخوض تجربة احترافية جديدة. كما أصبحت فرص بقاء المدافعين الأيمن والأيسر صلاح الغدامسي وغفران النوالي في التشكيل الأساسي لفريق جوهرة الساحل ضعيفة جدا، إذ لم يقدم الإضافات المطلوبة منهما مع ليتوال، رغم كثرة الفرص التي حظي بها منذ أكثر من 3 مواسم، وذلك بشهادة غالبية الفنيين. أيضا حارس المرمى علي الجمل وقلب الدفاع زياد بغطاس، رغم نجاحهما في قيادة النجم الساحلي للقب الدوري التونسي قبل موسمين، ولكن أصبح من الواضح أنهما لم يعد لهما تأثير في قائمة الفريق، ويجمع المراقبين على أنه من الأجدر خروجهما من ليتوال وترك مكانهما لأسماء أخرى من أبناء النادي أو من اللاعبين الجدد.